دي حقيقه 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 الجمهور ما ننساش. والكابتن خطيب ما بيستدار ان جمهور الاهلي دوت هو اللي كان ورا كهربا لحد ما راح الاهلي. دي حقيقه، دي حقيقه يعني لازم نقولها في الاول وفي الاخر. لا وجماهير النادي الاهلي طبعا مبسوطه في الاهلي الحمد لله. جماهير النادي الاهلي طبعا طبعا هو اهلاوي وحط الخطوه دي في دماغه اكيد يعني. والله كلنا يعني طبعا وحضرتك طبعا هنا وراح اتغرب، لكن برضو برضو دخول الاهلي نستنى كل شيء، جمهور وبعض اعضاء، بعض ناس في مش قادر اقول اسمائها ولا هقول اسمائها، كانوا كل يوم معانا في البيت والله العظيم والله العظيم بقول لك من قلبي، جمهور واعضاء وناس موجوده كل يوم يقول لي اطمئن قرار في الاهلي اطمئن، ونسمع بقى حاجات على الحاجات دي اقول انا مع الله. احنا طبعا مش من فانتوا مش مصدقين على احنا حاجة يعني اللي هي الكلام ضحينا وهنضحي عشان خاطر الاهلي. الاهلي ده حد شتم فينا ربنا يسامحه، وفي نفس الوقت ربنا هو اللي هياخد حقنا ان شاء الله يعني. احنا سايبين ربنا هو اللي هياخد حقنا من كل واحد غلط فينا، نسينا كل حاجه عشان هو رجع. الواحد ما يقولش غير كده ان ربنا هو اللي لا طبعا يعني احنا طبعا اولا كفايه علينا ان كهربا رجع لبيته، كفايه علينا ان السعاده طبعاً. السعاده